بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربي وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة إخواني في سورة الإسراء آية 80 و81 مولاي. الآية الكريمة فيها عدة مضامين طبعا، ومضامينها عميقة جدا، بس احنا ما نريد نتطرق إلى مضامينها، لأن هالليلة راح نتبرك بذكر شخصية عظيمة إن شاء الله. أي وإن شاء الله غدا باكر ليلة غد إن شاء الله المحاضرة هي مفصلة عن الإمام السجاد عليه السلام، لكن هالليلة من الواجب رأيت أن نطرح ولو محاضرة محاضرتين خلال الأيام المتبقية اللي أنا في خدمتكم. والآية لأن ترتبط بهذا الموضوع أنا متعمدا قرأتها. أولا الآية تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتبين صفات الإنسان الناجح. إذا أراد الإنسان أن ينجح في حياته وأن ينال سعادة الدنيا والآخرة اثنينهن، فعليه بأمور يقوم بها حسب الآية الأولى. ماذا نعمل إلهي؟ قال العمل الأول بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي أدخلني أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، هذا اثنين. الثالثة واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إذن ثلاث: مدخل صدق، شنو هذا سنشرح إن شاء الله، ومخرج صدق، هاي اثنين. الثالث واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذني ثلاث صفات للإنسان اللي إذا أراد أن يعمل عمل، يعمل تجارة، يتزوج، أي شيء اللي كان مولانا، هذه الأمور توفيق إلى في الحياة الدنيا وسعادة إلى في عالم الآخرة. شنو هذه مولانا؟ الآية تقول وقل ربي أدخلني مدخل الصدق. الصدق هو الإخلاص في العمل. الإنسان إذا كان صادقا في القول وفي العمل يكون ناجحا. هذا الصدق يجب أن يكون من بداية العمل إلى نهاية العمل. هذا مدخل صدق ومخرج أو مخرج صدق، واضح مولانا؟ هذا من بداية عملك لابد أن تكون صادق ومخلص في عملك إلى أن تتم العمل بشكل
كامل. هذا سبب من أسباب النجاة والنجاح. إذا أراد الإنسان النجاة والنجاح فعليه بالصدق في كل أمور حياته. الصدق في القرآن على أنواع طبعا عندنا، طبعا كلها مقدمة، هذا مو بحثي أنا، زين، على أنواع. عندنا صدق بالقول، الإنسان إذا تكلم باللسان لابد أن يكون شنو؟ صادق. عيب الإنسان المؤمن، عيب الإنسان المسلم يكذب، اللي يقول أنا مسلم أنا مؤمن أنا موالي لأمير المؤمنين، عيب يكذب. إذا أكو شيء ما تقدر تسوي قول ما أقدر أسوي، لا تزامط وتحكي مولانا. إذا ما تقدر ما تقدر لا تقول أنا 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 أنا، قول ما أقدر خلاص، قل الصراحة قل الصدق. لأن إذا كانت الذنوب المعاصي كلها في صندوق، فمفتاح هذا الصندوق شنو مولانا؟ الكذب. الكذب جدا مهم. هذا رجل إجا إلى رسول الله قال لي يا رسول الله، شاب أنا كل شيء أسوي، أنواع الأعمال أنواع الذنوب أنواع المعاصي، بس أنا أريد أتوب من عمل واحد، هاي المعاصي كلها ما أقدر أتوب منها، أريد أتوب من عمل واحد. إيش قال النبي؟ قال له توب عن الكذب، لا تشذب. ها؟ فقال له لي يا رسول الله أنت قلت لا تشذب يعني بقية الأمور خليتها مرتاح؟ قال لا، إن ترك الكذب فسيترك بقية الذنوب. وبالفعل هذا صار سبب، هذا الشاب صار سبب أن يأتي خلف رسول الله فيصلي، هذا الكذب وترك الكذب، وصار صادقا في قوله وفي فعله وفي وعده وفي عهده، واضح مولانا؟ صار من الصادقين، ترك الذنوب والمعاصي. إذن الصفة الأولى للمؤمن الصدق في القول، الثاني الصدق في العمل. وين الصدق في العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والذي جاء بالصدق وصدق به. إذن صدق بالقول وصدق بمن؟ بالعمل. حتى العمل في عملك لابد أن تكون ماذا؟ صادقا حتى في عملك. أنا الخطيب، أنا الخطيب إذا أرقى المنبر كن أكون صادق. أنت البنا، ذاك المهندس، هذا الطبيب، ذاك المحامي، هذا النائب، ذاك، كل واحد في مجاله يجب أن يكون ماذا؟ صادقا. زين، هاي اثنين. الثالث صادق في الوعد. إذا تنطي وعد كن شنو؟ صادق بوعدك. الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنه كان صادق الوعد، عن إسماعيل عليه السلام، إنه كان صادق الوعد. وصدق الوعد مولانا هذا من علائم الأنبياء ومن علائم المؤمنين طبعا. هاي ثلاثة. الرابع صادق في العهد، مو بس بالوعد وحتى بالعهد. إذا أكو معاهدة بينك وبين غيرك كن صادق في العهد. وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن إيش قد صار؟ أربعة: صادق في القول، صادق في الفعل، صادق في الوعد، صادق في العهد. اللي عنده هالأربعة هذني، اللي عنده هالأربعة هذني شو يقولوا له؟ يقولوا له صديق. اللي عنده هالأربعة شو يقولوا له؟ يقولوا له صديق. اللي يكون عنده أربعة، اللي عنده ثلاثة هذا صادق بس مو صديق. الصديق ياهو اللي عنده شنو؟ أربعة. إذا صار صديق، إذا صار الصديق الله يرفع مقامك مولانا. شو يسوي؟ تعال بالقرآن الكريم، ياهو الصديق بالقرآن يوسف. يوسف صديق لو مو صديق؟ وإن الآية بسم الله الرحمن الرحيم، يوسف أيها الصديق، يوسف، القرآن قاعد يقول له يوسف أيها الصديق. صار صديق، الله شنطه مولانا من مقام يوسف. ايش قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك مكننا ليوسف. انطى مكانه هم بالدنيا ومكانه وين؟ في الاخره. ليش الله اعطاه مكانه؟ لان صار ماذا؟ صار صديق. واحد. الثاني مريم. مريم صديقه لو مو صديقه؟ صديقه. وين الايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وامه صديقه. وأمه أم من يعني؟ يعني أم عيسى يعني مريم. وأمه صديقة. سارة الصديقة الله شنطها مولانا، إيش قال عنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ليش الله اصطفاها وطهرها واصطفاها؟ لأن سارت ماذا؟ سارة الصديقة. كم صديق سارة؟ اثنين. الأول ياهو يوسف، سار صديق، الله سوى
ولقد مكننا ليوسف انطى مكانه. مريم سارة الصديقة اللي سوى بها اصطفاها وطهرها واصطفاها، هاي اثنين. الثالث ابراهيم، ابراهيم صديق له مو صديق، صديق. وين الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم انه كان صديقا نبيا. يا هذا ابراهيم لما صار صديق الله انطاه شيء، شنو مولانا؟ بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله ابراهيم خليلا. شوف الله سواه خليل ليش؟ لانه صديق. ايش قصاره؟ ثلاث. الرابع مولانا اللي صار صديق والله انطاه جائزه، انطاه شيء مقام زائد. الرابع ادريس، ادريس في سوره مريم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا. ادريس صار صديق، الله ايش قال؟ قال ورفعناه مكانا عليا. شوف اذن مريم صديقه الله اصطفاها وطهرها واصطفاها، يوسف صديق الله مكنه في الارض، بعد مولانا ياهو ابراهيم صديق الله سوى خليل، الرابع ياهو ادريس، ادريس صديق الله شنو رفعه؟ الى الان ادريس حي ما هو ميت، واضح حبيبي؟ إذن هؤلاء صديقون الله انطاهم جائزة. إذن الأنبياء صديقون، ورسول الله شي يقول لعلي بن أبي طالب؟ يا علي أنت إمام المتقين وأنت الفاروق بين الحق والباطل وأنت الصديق الأكبر. وأنت الصديق الأكبر شنو معناها؟ يعني إبراهيم صديق أنت أكبر، يعني إدريس صديق أنت أكبر، يعني يوسف صديق أنت أكبر، يعني الأنبياء صديقون أنت أكبر يا علي. واضح مولانا؟ الشاهد اللي أريد أقول أساي استطراد إن أجت مولانا، الشاهد يجب أن يكون الإنسان ماذا؟ يكون صادقا في جميع أفعاله، في جميع أقواله، في جميع سلوكه، وبالأخص مع عائلته، بالأخص مع الأسرة. إخواني إذا أريد أنا أحكيها بصراحة، شيئان لابد أن تحترمان مولانا في العائلة بالأسرة، أحكيها بصراحة طق بطق على قولتنا. إذا أردنا أن تكون الأسرة مستقرة، ترى المشاكل ما ترتبط بس بالشباب، ترى أكو شياب عندهم مشاكل، أكو بيوت علماء عندهم مشاكل بالبيت، واضح مولانا؟ أنا أعرف هذا الشيء، واضح مولانا؟ أكو بيوت ناس خيرين، أكو شيبة، أكو شباب، فالمشاكل مثل ما عين مولانا المطبخ طق طق 100%، واضح حبيبي؟ فإذا أردنا أن تكون عندنا عائلة مستقرة، زين عندنا كم شيء. الأول الاحترام المتقابل، أنا شيء أذكر لك الاحترام المتقابل، مثل ما أنت تريد زوجتك تحترمك وتنتظر الاحترام من زوجتك، أنت هم شنو مولانا؟ هم احترمها، هي ما جاية أم عندك ولا عبدة عندك أنت تأمر عليها والله هي سووا كذا وسووا كذا، ومثل ما أنت تترقبين أن زوجك احترمك اتهم بالمقابل احترم الزوج، وبالأخص عند الناس هذا الاحترام يختلف من عائلة إلى عائلة، من مكان إلى مكان. من جملة الاحترام مولانا، من جملة الاحترام عدم إذاعة الأخبار الخاصة عند الناس وبالأخص النسوان، هاي أحكيها بصراحة، بالأخص النساء، عسى لا تشوف شيء من زوجها من ابنها بالبيت بس تقعد مكان ثاني والنسوان حكت أنا زوجي هيك، ليش قالت أنا زوجي هيك، هاي قالت أنا ابني هيك، هاي قالت أنا ابني هيك، زوجي البارحة إيش سوى، أمس إيش سوى، إيش طق فلان، هيج غلط على فلان، هيج خسر، هيج ربح، كتب عقد، شو الحكي هذا؟ شو الحكي هذا؟ هذا ترى بعيد عن الاحترام ها مولانا؟ فإذا أردنا الاستقرار بالبيت مولانا شو يصير؟ الاحترام المتقابل، هاي واحد. ثانيا المهم والأهم الصدق بين الأسرة، الأب يكون صادق مع ابنه، الابن يكون صادق مع أبيه، الأخت ويا أخوها، واضح مولانا؟ الزوجة مع الزوج، وإلا شنو أنت تعلم ابنك مثلا يقول يركض وراء كثير من الرجال، يجي كثير من الآباء يركض وراء بوي أخذني وياك، أخذني وياك، الولد لزق ما يفك ها، وأنت تتخلص من الولد شو تقول له؟ تقول له بابا روح قل لأمك تلبسك هدومك وتعال، صح ولا؟ زين يروح الطفل فرحان أمه تلبس هدومه يجي ما يشوف إلا التراب طاير، صح ولا؟ وين الأبو؟ شو يقول الولد؟ أول كلمة شو يقول أبوي؟ كذاب، صح ولا؟ زين مرة ثانية إذا قلت لي صدق بيك بعد يحترمك مولانا، إذا نصحت نصيحة يقبل منك، هذا كذاب أبوي. زين فإذا أردنا أسرة مولانا مستقرة طاهرة شو يصير مولانا؟
الاحترام المتقابل الأمر الأول جدا مهم، والثاني الصدق بين العائلة، عائلة الأسرة، أفراد الأسرة. زين، الآية بدأت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. بعد الثالثة، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذا سلطان النصيرة، الإنسان بحوله وقوته لا يستطيع أن يعمل شيئا، واضح مولانا؟ يحتاج إلى قوتي وحولي رب العزة والجلال. ولهذا يقول له إله أنا وحدي ما أقدر، أنا أريد ناصر ينصرني، أريد واحد يعينني. ياهو اللي يقدر يعينك؟ الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء نعبر عنه بالتوكل. من بعد ما يكون لك صدق في جميع أعمالك بالقول والفعل والوعد والعهد مولانا، شو يصير عندك مولانا؟ توكل على الله تعالى. وهذه من علائم المؤمن. أكو في سورة البقرة خوش آية بس طويلة ما حافظها مولانا، جدا آية جميلة تنطي علائم المؤمن، تنطي علائم المؤمن. من جملة علائم المؤمن شو يقول؟ يقول والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. من علائم المؤمن، يعني إذا ينطي عهد أو وعد أو كلام وما يعمل، هذا شنو مولانا؟ مو مؤمن. ولهذا أنت قول ما أقدر، خلص نفسك، شو لك بالورطة؟ إذا ما تورطي بني آدم تورطي الله باكر. واضح حبيبي؟ فإذا ثلاث صفات، تكن صادقا ومخلصا من بداية العمل إلى نهاية العمل، هاي اثنين، مدخل ومخرج، هاي اثنين. الثالث لا ننسى التوكل على من؟ على الله تعالى. زين، إذا عملت هذه يا رسول الله يبشر الله، شو يقول له؟ يقول له وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طبعا الباطل جولة، الباطل إلى شنو؟ جولة، بس الحق إلى شنو؟ دولة. ما يدوم هاي الجولة، ما تدوم، يأخذ لفرة فرتين الباطل وأنصار الباطل مواي مولانا سبحان الله، أنصار الشيطان أنصار إبليس هواي. هسا احنا مو عندنا مجلس مولانا، احسبوهم هسا من هذا الحج لهذا الحج كم نفر؟ هسا خلي يصير صالة غنى وحرام، شو تشوف؟ لا صالة شيل ولا شارع يشيل ولا ماشي من الزحمة. زين، إذا عمل خير يسوي ينطي مولانا شقد؟ ينطي 100 دينار وترجف إيده ويتمرد 3 أيام. زين، أو إذا لا والله ابنها كتب ماما، سمعتوها لولا؟ ابنها كتب ماما، ابني كتب ماما. زين، وإذا شقد؟ 20,000 دينار طقة واحدة. واضح مولانا؟ وين؟ أغاني ورقص وحرام وكذا على ابنها شنو كتب؟ ماما. عجيب. واضح مولانا؟ هذا التبذير، هذا التبذير، هذا مولانا. الباطل إلى جولة فر ويروح، بس الحق إلى شنو؟ دولة. يستقر الحق مع كثرة أنصار الباطل وقلة أنصار أهل الحق، وقليل من عبادي الشكور. واضح مولانا؟ زين، شنو ربط هذه الآية بكلامنا اللي رد نحكي مولانا؟ الآية هي من أول الآيات التي يقرأها سيدنا ومولانا الإمام صاحب العصر والزمان عند ظهوره. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذه من جملة الآيات التي تشهد بالإمام سلام الله عليه، ونزلت في حق الإمام سلام الله عليه. أنا اليوم كلامي عن الإمام اليوم، زين، بس بعد ربع ساعة راحت من وقتنا علشان هذا الحكي، بس إن شاء الله مفيد يكون. زين، الشيء تقول الرواية، الرواية تقول جدا جميلة هذه، الرواية تقول عن الإمام الباقر عليه السلام قال في قوله قل جاء الحق وزهق الباطل، يقول الإمام الباقر إذا قام القائم ذهبت دولة الباطل. الله لأنه العاقبة لمن؟ للمتقين. الجميل هنا أن هذه الآية مولانا بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة المكرمة، النبي وصل إلى الكعبة، الكعبة حوالي الكعبة كلها كان أصنام، 360 صنم، 360 صنم حول الكعبة. فالنبي أخذ العصا وظل يضرب بالأصنام ويكسرها يطيحها. احنا يا اخواني عجيبة والله، انا ما اريد احكي بس هي بعد تجي قوة قوة. زين، انت تعاين هيك تشوف الامام علي، تعاين هيك تشوف الامام علي، تعاين هيك وين ما تروح تشوف علي بن ابي طالب، حتى في كسر الاصنام.
هو ماكو ربط. احنا قاعد نحكي عن الامام سلام الله عليه. النبي كسر الاصنام وصل الى اصنام عاليه. زين ايش سوى مولانا؟ اصعد علي بن ابي طالب فوضع رجله على كتف رسول الله ورقى على هذا المرق العظيم وكسر الاصنام وهو على اكتاف رسول الله. اللهم صل على محمد. فكانوا المسلمون ورسول الله كسر الاصنام يقرا هذه الايه بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ويكسر الاصنام. الاجمل من هذا ايضا مولانا شنو؟ ان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لما ولد التي اولدت الامام يعني كانت مع الامام سلام الله عليه مع نرجس يعني كانت السيده حكيمه 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 خاتون مو بيبي حكيمه. احنا عندنا اثنين حكيمه عندنا من بنات الائمه. عندنا وحده يسمونها بيبي حكيمه وعندنا وحده يسمونها حكيمه خاتون. بيبي حكيمه السير مولانا اخت الامام الرضا مدفونه بديلم في خوزستان في ايران. هذه المرأة لما اجى الامام الرضا عليه السلام اجى الى خراسان هي اللي ربت الامام الجواد. من ربت الامام الجواد اشتاق قلبها لاخيها الرضا عليه السلام فتبعت الامام الرضا وماتت في هذه المناطق اللي في ايران وفي ديلم معروفة قبرها اليوم هكذا في وسط الجبال هي مع خادمتها والناس تزورها مئات لا بل الاف الناس تزورها مع ما انه طريق وعر وصعب بين الجبال لكن الناس تزورها. هذه حكيمة بيبي حكيمة شو يصير مولانا؟ هذه أخت الإمام الرضا بنت الإمام الكاظم عليه السلام عمة الإمام الجواد عليه السلام. لما أجت وتوفت الإمام الجواد حزن عليها هو يحزن عليها هو يتأذى عليها لأن هي ربته ها خلف بنية صارت عند بنية الإمام الجواد تأسيا وحبا بعمته حكيمة سممت هاي حكيمة. هاي حكيمة هاي بنت الإمام الجواد يسمونها حكيمة خاتون. هاي حكيمة خاتون بنت الإمام الجواد أخت الإمام لا الهادي أخت الإمام الهادي عمة الإمام العسكري عليه السلام. عرفت شو مولانا؟ هاي بنت الكاظم عليه السلام هاي بنت الجواد بنت الإمام الكاظم بديلم بنت الإمام الجواد مدفونة وين؟ لو سامراء عافية في سامراء في نفس الضريح. هاي القبور مولانا أربع قبور موجودة الإمام الهادي والإمام العسكري والسيدة نرجس نرجس خاتون أم الإمام سلام الله عليه أم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والسيدة حكيمة خاتون أيضا عمة الإمام العسكري أخت الإمام الهادي مدفونة وياهم في نفس الضريح. أربع قبور موجودة واضح مولانا. الرواية تنقل حكيمة خاتون مو بيبي حكيمة حكيمة خاتون عمة الإمام العسكري عليه السلام لما طلب منها الإمام العسكري أن تأتي عند نرجس خاطر تساعدها على الإنجاب. فلما ولد الإمام سلام الله عليه تقول حكيمة خاتون لما ولد الإمام رأيته نور يشع نورا من هذا المولود والنور يشع إلى عنان عرش الله تعالى وأضاء البيت بأجمعه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما ولد كشفت عن كتفه الأيمن اسمع هنا أنا كشفت عن كتفه الأيمن وإذ مكتوب على الكتف بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هاي من جملة الآيات التي تدل على ظهور الإمام ويوم من الأيام الحق والحقيقة والعاقبة تكون للمتقين والمتقون ياهم مولانا محمد وآل محمد وشيعتهم. لما ولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه ترعرع صار عمره 5 سنوات صار عمر الإمام زقد 5 سنين أرادوا قتل الإمام. الإمام سنة شاطر أنت ذكي أدري بكم توجه لي مو زين سنة 200 أسألك 255 للهجرة ولد الإمام صار عمره 5 سنين غاب الإمام يعني سنة زقد 260 سنة 260 للهجرة أرادوا قتل الإمام سلام الله عليه وعلم عليه من أقاربه واحد من أقاربه من نوبي كلش قريب إله علم عليه الطريق ومولانا إجوا لقتل الإمام سلام الله عليه ودخل الإمام في سرداب هذا سرداب الغيبة اللي جماعة يهوسون على رؤوسنا يومية وقالوا الشيعة ما أدري شو يسوون هناك والشيعة ما أدري شو يسوون هناك مولانا هذا السرداب خابصهم مولانا مخبضهم سرداب واحد شالوا ظهر الإمام شو يسوي زين هذا السرداب مولانا دخل الإمام سرداب محل عبادة الإمام الهادي عليه السلام الإمام الهادي مولانا
بنها للعبادة، أو صار للإمام العسكري، الإمام العسكري أخذ يتعبد، أو صار للإمام المهدي بعد الإمام العسكري عليه السلام. هذا المكان اللي قاعد تزورونه الآن في سامراء، هذا شنو مولانا؟ مو مقام الإمام، هذا بيت الإمام. هذا شنو مولانا؟ بيت الإمام الهادي وبيت الإمام العسكري، واندفن الإمام الهادي والعسكري وين؟ في البيت، في بيته، واضح مولانا؟ والآن هذا المكان بيت من؟ بيت الإمام الحجة سلام الله عليه. وإذا أنت تروح، أنت مو بس تروح زائر، أنت تروح خطار للإمام، أنت ضيف للإمام. زين الإمام كريم لو مو كريم؟ كريم الإمام، شلون تلقاك هسه أنت ضيف وعزيز عليك وتعناك من مكان بعيد مو قريب؟ إذا بعيد إيش قد يرحب بك هذا الضيف؟ ها صاحب البيت إيش قد يرحب بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع شو يسوي مولانا؟ يقدم ويرضيك. فإذا أنت تعنيك للإمام هاي المسافة وطلبت من الإمام شيء، يردك الإمام سلام الله عليه؟ هيهات، حاشا للإمام. زين، فالإمام دخل في السردام، دخلوا على الإمام سلام الله عليه، كان له باب واحد، هذا المدخل والمخرج. فلما دخلوا خلف الإمام سلام الله عليه، الإمام غاب عن الأبصار، غاب عن الأبصار إلى هذه الساعة. هسه عندنا سؤالين. السؤال الأول، الإمام غائب بالشخص لو بالشخصية؟ الإمام غايب بالشخص لو يعني شنو بالشخص لو بالشخصية؟ بالشخص يعني الآن الإمام يمر من عندي ما أشوفه، هسه الإمام إذا مر هيك ما نشوفه، مثل الهواء. شلون الهواء؟ الهواء موجود لو ما موجود؟ بس ما نشوف الهواء. الملائكة مو عندك اثنين ملائكة هنا لو ما عندك؟ كل واحد من عندكم عنده اثنين ملائكة هنا، تشوفهم هسه أنت هذول الملائكة؟ ما تشوفهم، موجودين بس ما تشوفهم، واضح مولانا؟ هل أن الإمام بالشخص غايب يعني جسدا غايب، يعني إذا مر من عندك ما تشوف الإمام؟ هذا واحد. أو لا بالشخصية غايب، يعني شنو بالشخصية؟ يعني يوقف يمك، يقعد يمك، لكن أنت ما تعرف هذا هو الإمام، تشوفه لكن شنو؟ ما تعرفه. الشخصية غائبة، والبعض يقولون شنو مولانا؟ الشخص غايب. هذا أكو رأيين للعلماء، القلة من العلماء يقولون شخصية الإمام غايبة، يعني الإمام ينشاف بالعين لكن أنت ما تعرف هذا هو الإمام، يتعدى من عندك لكن أنت ما تعرف هذا هو الإمام، تشوفه لكن ما تدري بيه هذا هو الإمام سلام الله عليه. هذا الأقلية من العلماء، بس الأكثرية من العلماء شو يقولون مولانا؟ أن الإمام غائب بمن؟ بالشخص، بالبدن، يعني إذا مر من عندك ما راح تشوفه أنت، واضح حبيبي؟ الشاهد مولانا، هذا أولا. ثانيا، غاب الإمام الغيبة الصغرى، من صار عمره 5 سنين وغاب، خلى وكلاء 4. الوكيل الأول راد يموت مولانا، أوصى الإمام يقول له أنت في فلان يوم بعد 7 أيام ستموت، وضع فلان ابن فلان بدلا عنك. زين، وكذلك الثاني والثالث والرابع للسمري، آخر واحد السمري، النائب الخاص، النائب الخاص الأخير، واضح مولانا؟ الإمام أنبأه بمماته، قال له راح تموت. هذول علماء، هذول مو ناس عاديين، هذولي النواب الأربعة مو ناس عاديين، فقهاء علماء كبار، وهم عندهم وكلاء، هم عندهم وكلاء في أرجاء المعمورة، في أرجاء الأماكن الإسلامية. هذا الأخير مات، لما مات، لأن الإمام قال لا تعين شيء، راح انتهت الغيبة الصغرى وراح تبدأ الغيبة الكبرى. ياهم وكلاء الإمام في الغيبة الكبرى، وكلاء الإمام الغيبة الكبرى شنو مولانا؟ من تفقه في دينه، الفقيه، أي فقيه، أي عالم صائل لهواه مولانا، ورجل فقيه صائل لهواه مطيعا لأمر مولاه، هذا من وكلاء الإمام سلام الله عليه. يعني ينفذ الفكر العام، مو شرط يشوف الإمام، بس ينفذ الفكر العام للإمام سلام الله عليه، يمكن هم يشوفونه. زين، الشاهد مولانا العزيز، على أن الإمام بدأت عنده الغيبة الكبرى. هسه البعض يصور، حتى بعض الشباب، أن الغيبة الصغرى والكبرى الإمام غاب وظهر وغاب. لا، الإمام ما ظهر. الغيبة الصغرى عبارة عن 69 سنة وأشهر، هذول النواب الأربعة ماتوا، خلص ماتوا، بدأت الغيبة شنو؟ الكبرى، خلص. مو الإمام ظهر وغاب بعد مرة، لا، بدأت الغيبة الكبرى، وإلى هذه الساعة الإمام سلام الله عليه شنو؟ غائب. يظهر الإمام، يظهر الإمام، متى يظهر الإمام؟ يا سنة يظهر الإمام، يا وقت يظهر الإمام؟ بعد 5 أيام، 10 أيام، 50 سنة، 500 سنة، 1000 سنة، إحنا شنو؟ ما ندري. إحنا اللي علينا شنو مولانا؟ الانتظار، لكن الانتظار مع العمل الصالح. أفضل أعمال أمتي شنو؟ انتظار الفرج، بس مو انتظار الفرج مولانا، قالوا يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما مليء ظلما وجورا، خل نحثوا في الأرض فسادا خاطر الإمام يظهر. لا لا،
واضح مولانا؟ احنا اذا اريد ننتظر الامام ننتظر الامام، نكون من المنتظرين الذين يترقبهم الامام سلام الله عليه، اللي يريد الامام، لان ياتي زمان على امتي القابض على دينه كالقابض على جمره. هسه موجود لما موجود؟ هسه الله وكيلك اخواني، الله وكيلك. الان القابض على دينك القابض على من؟ على جمره. اكو واحد يخدم ابوه، يخدم ابوه، واحد يخدم حزب، اكو واحد يخدم شيخ فلان، سيد فلان، حج فلان، فلان مسؤول فلان، اكو واحد يخدم، وواحد يخدم الحسين. ها، واحد يخدم ماذا؟ الحسين عليه السلام. كلهم خدام، بس النية تختلف لما تختلف؟ تختلف. ها، لكن اذا صرنا خدام للحسين، هذا هو اللي يريد الامام سلام الله عليه، ويريد الامام الحسين عليه السلام، ان نعمل لله وما يرضي الله تعالى. شنو اللي يرضي الله؟ انا اسوي، ما يفرق لي انا من اي مكان اللي انتمي. زين، الشاهد مولانا العزيز شو تقول؟ انتظار الفرج مع العبادة والطاعة كما يريده الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. زين، ولهذا يعني خاف البعض ياخذ فكرة علي، خاف السمعون فلان وفلان وفلان وفلان، واحد قاعد وياكم قاعد قال الإمام مثلا سنة 2007 يظهر مثلا، ها 2007، لأن عندنا الكاسيت قال 2007 يظهر الإمام، وأنا تعدت 2007. زين، واحد قال الإمام يظهر 2014 وموجودة من التسجيلات هذه، وين هو؟ ماكو شيء. ها، ليش؟ كذبا وقاتون، لن وقت، نقول إن شاء الله الظهور شنو؟ قريب، خلاص هاي بعد ما عليه شيء. ها، إن شاء الله الظهور قريب، وإلا الأمر بيد من؟ بيد الله تعالى. لكن لظهور الإمام علائم، نعم أكو علائم لظهور الإمام، أكو علائم قريبة وأكو علائم شنو؟ بعيدة. العلائم البعيدة قبل ظهور الإمام بسنوات تصير، بسنوات. العلائم القريبة تصير في نفس السنة اللي يظهر الإمام سلام الله عليه، شي ورا شي يصير، خمسة. زين، حتميات. العلائم البعيدة اللي قبل ظهور الإمام سنتين، ثلاث، أربعة، خمسة، عشرة، عشرين، خمسين سنة على العموم، خلال هالفترة هذه مولانا، هذن العلائم يسمون العلائم البعيدة عن الإمام. طبعا علائم غير حتمية، إما أن تقع وإما أن لا تقع، لكن إذا وقعت فهي من علائم ظهور الإمام سلام الله عليه. شنو هاي العلائم البعيدة؟ أسمع مولانا، أترجاك خوش كاتبها حلو، أنا مرتبها لك خاطر تعرف مولانا مضامينها، مو بس أقرأها لك، تعرف مضامينها. أجا واحد إلى الإمام سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، اسمه مولانا النزال بن سبرة، أو البعض غراها سبرة. زين، يقول خطبنا، الرواية يقول خطبنا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في كتاب، نعم، كمال الدين وتمام النعمة، مجلد الثاني، صفحة 526، بقية المصادر مذاكرتها، البحار ذاكرينها كثير. الشاهد يقول لما خطبنا الإمام سلام الله عليه قال: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها عن طرق الأرض. قاعد نتكلم عن من؟ عن علائم ظهور الإمام سلام الله عليه. يقول قام لصعصع ابن صوحان، تعرفونه هذا رجل إلى ثقله من خلص أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، والجميل من جملة المشتركين في تشييع الزهراء كان صعصع، صعصع من جملة الناس اللي اشترك في تشييع الزهراء، كان في ليلة الدفن كان موجود صعصع. صعصع ابن صوحان قال له: يا أمير المؤمنين. قال له: بلى يا صعصع، أمام الناس. قال له: سيدي، متى يخرج الدجال؟ الدجال يمتى يطلع؟ يطلع مع ظهور الإمام سلام الله عليه. ها، يمتى يظهر الدجال؟ إيش قال له الإمام؟ قال له الإمام: أقعد يا صعصع، أقعد، فقد سمع الله كلامك، أقعد، وعلم ما أردت، ولكن لذلك علامات. أكو علامات قبلها يظهر الإمام سلام الله عليه، يتبع بعضها بعضا كحذو النعل بالنعل، وإن شئت أنبأتك بها. إذا تريد أقول لك العلائم، قال له: نعم يا أمير المؤمنين سيدي، يا ريت تقول لي. قال له: احفظ ما أقول، فإن علامة ذلك. أسمع مولانا، شوفوا بالله هاي الحكايات اللي الإمام يحكيهن طبقوهن على مجتمعنا الآن، مطبقات الأولى. أسمع، الأولى: إذا أمات الناس الصلاة، إذا أمات الناس الصلاة، صلاة ما يصلون بعد، وأضاعوا الأمانة، الأمانة تتبدل شنو؟ خيانة والعياذ بالله، واستحلوا الكذب،
يكذب بمصلحات يجيب لها عذر يقول والله أنا لو هيك لو على العموم. استحلوا الكذب بعد وأكلوا الربا. هذا الزمان، هذا الزمان قبل ظهور الإمام، وأكلوا الربا بعد وأخذوا الرشا. الرشا يعني شنو؟ الرشوة. وشيدوا البنيان. ما شاء الله رقبتك تنكسر من العدة، إيش قد عالي. وشيدوا البنيان وباعوا الدين بالدنيا. هذا 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 عليهم ظهور الإمام. ها بعد سيدي قال واستعملوا السفهاء، يستعملون يشاورون السفيه يعني. وقطعوا الأرحام واتبعوا الأهواء واستخفوا بالدماء. عدم قتل البشر مثل قتل أي شيء عادي. مو قاعد تشوفون بعد ها نخلي هالشباب هذول هيك كلهم رمي، كلهم كتلهم زين. بعد استخفوا بالدماء. بعد هاي مهمة، وكان الحلم ضعفا. اللي يصير حليم وصبور شو يقولون؟ هذا ضعيف. لو بخير كان طقه وكتله، لو بخير كان حد عليه هو واولاده، لو بخير لا هذا حلم عنده. ها الامام يقول وكان الحلم ضعفا والظلم فخرا، وكانت الامراء فجره والوزراء ظلمه والعرفاء خونه، وظهرت شهادات الزور واستعلن الفجور وقول البهتان والإثم والطغيان وحليت المصاحف. القرآن شو يصير؟ حلو جميل، شوف شلون مطرز وشلون كذا، لكن ما حد غربي. ها شحالات مخلي للزينة بالبيت بس ما حد غربي. بعد سيدي قال وحليت المصاحف. أترجاكم هاي الثانية، أترجاكم تنتبهون ومن تطلعون باشر طبقوها. بعد وزخرفت المساجد. المسجد محل ذكر الله مو لا؟ يجينا أحد الإخوان قبل فترة هنا زين، يقول شيخنا طبيت في مسجد، مو شرط هنا أي مكان كان، يقول دخلت في مسجد مولانا صليت ما أعرف صليت صلاة الظهر 4 ركعات ركعتين. قلت له ليش؟ قال الزخرفة اللي موجودة بالمسجد تاخذ العقل. يقول انا بس قاعد هيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قاعد اعدن كم هيك وقاعد اشوف شوف شنو هذا المسجد شو مسوين بيه ما شاء الله عجيب جمال. يقول انساني ذكر الله. ها بعد قال له وزخرفت المساجد وطولت المنارات. بعد واكرمت الاشرار. الشر شو يسمونه؟ يطونه. وازدحمت الصفوف واختلفت القلوب ونقضت العهود واقترب الموعود وشارك النساء أزواجهن في التجارة حرصا على الدنيا. عنده خير، هو عنده خير وراتبه يكفي ويوفي، عنده خير، هو يشتغل ومرته تشتغل كله تركض حرصا للدنيا زين. بعد مولانا قال وعلت أصوات الفساق. الإمام علي قاعد يقول واستمع منهم وكان زعيم القوم أرذلهم. شبير القوم أرذلهم. واتقي الفاجر مخافة شره واتمن الخائن واتخذت القيان. القيان يعني المغنيات أجلكم الله. والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها وركب ذوات الفروج السروج. تعرف شنو هذا يعني؟ بعد هاي واضحة النسوان اشوفها طائر على ماطور على هالدراجة هاي. مرة اسلو رجال واحد يبلعها بس المرة ما تنبلع مولانا، ما يصير شلون يعني ما ادري، هاي عندكم بعد الحكي. وركب ذوات الفروج السروج هاي وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. اكو بعض الناس مولانا ما تميز هذا بنت لو ولد. هذا في اليوم كنا بالقطار طالعين من المحمرة رايحين القوم، هذا قطار المحمرة القوم ما يروح القوم قبل، يروح الطهران، احنا بالطريق ننزل هاي الغرفة يسعدوني يانا بعد اي واحد من هب ودب يجي، فطبوا ويانا شباب زلم زين. ومش القطار مولانا قريب قوم، واذا عنده تشيس طلعه اكو فد مرايه موجوده بالوحده منا وحده منا بالغرفه احنا قاعدين زين،
واذا مولانا طلع هاي العلبه مالته طلع هل شي تقولوا له هاي مال الشفايف وطلع الكحله وطلع مولانا وفشي وظل يعدل وظل يلزق ها شلون هاي اتبدل 180 درجه زين. بعدين قلت له بابا تعيب عيب على الاقل مو قدامنا زين اخجل شويه. قال انتم متاخرين. اي والله قلت له انت المتقدم بالعافيه عليك روح زين. الشاهد مولانا شو يصير؟ وتشبه النساء بمن؟ بالرجال، والرجال بالنساء، وشهد الشاهد من غير ان يستشهد الى اخر مولانا جدا كثير. لما يوصل الامام يقول ولبسوا جلود الظأن على قلوب الذئاب، يضحك ضروسه بيض وقلبه شنو عليك؟ اسود. ها وبعد الامام ينطي يقول هذه الامام بالاخير يقول فعند ذلك اخر شيء طفرت عن الروايه اخر شيء شي يقول يقول فعند ذلك الوحه الوحه ثم العجل العجل. يعني بعد هنا شو يصير؟ هنا ظهور الامام سلام الله عليه. هاي العلائم البعيده عن الامام عن ظهور الامام سلام الله عليه، العلائم القريبه لظهور الامام والعلائم الحتميه. العلائم الحتميه مولانا الخمسه التي تظهر في نفس سنة ظهور الإمام سلام الله عليه معروفة، هذه خمسة اللي هي الصيحة، الصيحة سير صيحة صيحة جبرائيل يعني يقصد، والثاني مولانا العزيز خروج السفياني أو السفياني سفياني أو السفياني هاي تحتاج إلى شرح، والخسف بين المدينة ومكة المكرمة جيش نص جيش السفياني تبلع القاع تخسف به الأرض. ثلاثة الرابع خروج اليماني، اليماني من أنصار الإمام الحجة سلام الله عليه يقاتل السفياني مع الهاشمي بعد، وقتل النفس الزكية، النفس الزكية سيد علوي حسني يذبحون بين الركن والمقام في مكة المكرمة عند الكعبة يذبحون، هذا قتل النفس الزكية. واضح حبيبي؟ هذه علائم ظهور الإمام القريبة، هذه الحتمية، هاي الخمسة الأخيرة هاي الحتمية مولانا العزيز. يظهر الإمام في يوم الجمعة، يظهر في يوم الجمعة ويسند ظهره إلى الكعبة، وأول آية يقرأها بعد الظهور أول آية بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين في سورة هود، ثم يرفع يده ويقول أنا بقية الله فاتبعوني، لا يبقى أحد على وجه الأرض إلا ويسمع دعوة الإمام بلغته ويفهمها، منهم من يلبي دعوة الإمام ومنهم من ينكث بدعوة الإمام ولا يقبل دعوة الإمام سلام الله عليه. وينزل الإمام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ومنها وين ينزل؟ عند رايات رافعها مكتوب عليها يا لثارات الحسين عليه السلام. يظهر الإمام وينزل إلى كربلاء، يدخل عند قبر جده الحسين عليه السلام، يضع خده على قبر الحسين ويصيح السلام عليك جداه يا أبا عبد الله، ثم يضج الإمام بالبكاء وهو ينادي وحسينا وذبيحا، عظم الله لكم الأجر، ثم يخرج الإمام والناس من خلفه حتى يصل إلى بقعة من التراب، يبدأ بالبكاء والعويل يا ابن رسول الله ماذا جرى؟ أذبح جدك الحسين؟ يقول لا لو كان الحسين لبكى. أذبح عمك العباس؟ يقول لا لو كان العباس لبكى. ماذا جرى يا ابن الزهراء؟ قال ها هنا يا ها هنا ضربت عمتي زينب، ها هنا يا شتمت عمتي زينب، ها هنا يا سبيت عمتي زينب، أنا على ما على ما راع الثار ما يظهر، على ما على ما وين
عاشر لليتانون علامة علامة نسب بتون عمات يا زينب يا زينب علامة علامة بتونها تراها والله نسب بتون عمات علامة علامة يا بضرب سياط زجر وجرمية انضربت زينب شتمت زينب شتم أبوها أمير المؤمنين أخويا إن صحت أبويا يشتموني إن صحت أبويا يشتموني وإن صحت أخويا يضربوني يضربوني عقبكم يا أهلي عم العيون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون إن شاء الله يا الله اللهم نسألك وندعوك شافي وعافي كل مريض يا الله اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف الفاتحة مع الصلوات على جروحك.